ازيكم يا شباب؟ بالنسبة للعطل اليو اس بي، لو عندك اليو اس بي سليم وانت شايف ان المداخل كويسة وسليمة، بتبتدي تقيس المسارات اللي جاية من اليو اس بي نفسه ورايحة على الفلتر ده اللي هو الاسود اللي مدخل 5 رجول ومطلع 4 رجول برضو، او مدخل 5 ارجل ومطلع 5 ارجل من الناحيتين، لان الفلتر ده هو اللي بيبقى في قطع او في مشكلة، فلو غيرته هتشتغل باذن الله. لو كانت فردة بايظة وفردة سليمة، او يو اس بي بايظ يو اس بي سليم، هتغير الفلتر بتاع اليو اس بي البايظ. انما لو الاتنين واقفين والفلاتر كويسة والوصلات او المسارات كويسة، انت بتغير الاي سي ده اللي قدامك. الاي سي ده بتاخده من اي جهاز تقطيع زيه، او ممكن تشتريه من على النت، لكن بيبقى 3/4 اللي بنشتريه من على النت بيبقى ضعيف، ويعني ممكن يشتغل معاك، اول ما يشتغله تيجي تقفل الجهاز ما يشتغلش، فيستحسن ان انت تاخده من جهاز تقطيع. اشوفكم في فيديو جديد، سلام يا شباب.